في لقاء جديد. اتكلمنا في المحاضرة السابقة على البونز اللي هي أول ركن من أركان اللوكوموتور سيستم أو الجهاز الحركي. أساس الحركة هو البونز، بعد كده تاني ركن من اللوكوموتور سيستم اللي هي الجوينز أو المفاصل. المفاصل هي اللي بتخلي الإنسان يتحرك في سهولة ويسر. فالنهاردة هنتكلم على الجنرال أرثرولوجي اللي هو علم المفاصل العام. كلمة أرث يعني جوينت، أورجي يعني علم، يعني أرثرولوجي هو الساينس ديلينج ويز ذا ديسكريبشن أوف ذا جوينتس، العلم اللي بيختص بدراسة المفاصل. An articulation of joints is formed by the union of two or more bones or cartilages by other tissue. المفصل يا إما يكون عظمتين بيتمفصلوا مع بعض أو أكثر زي ما نتكلم بعد شوية، أو cartilages غضاريف مع بعضها. البون is the fundamental part of the most joints، أساس المفاصل هي العظام. In some cases bone and all cartilage or two cartilage form a joint، ممكن عظمتين او غضروفين يكونوا هذا المفصل. اليونايتنج ميديوم اللي هو الوسط الجامع ما بين السطحين التمفصليين، اما ان يبقى فايبرس تيشو او كارتج او غضروف او خليط من هذه التراكيب اللي هي سواء نسيج ليفي او غضري. Classification of the joints، قسموا المفاصل او صنفوا المفاصل، يا اما بيصنفوها تبع الاستراكشر تبع التركيب يا اما تبع الفانكشن. في تقسيمتين، تبع الاستراكشر ده بنسميه اناتوميكال كلاسيفيكيشن او اناتوميكالي، تبع الفانكشن بيسموه فيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن. فتبع الاناتومي او تشريحيا بيقسموها تبع الاستراكشر، تبع ليه؟ تبع المود اوف ذا ديفلوبمنت، نشأت ازاي هذه المفاصل، والنيتشر اوف ذا يونايتنج ميديوم، الوسط الجامع ما بين الاسطح المفصليه وشكل الاسطح المفصليه او الفورم اوف ذا جوينت سيرفيس سيرفيسز اللي هي الاسطح المفصليه اللي هتكون المفصل. يقسموا المفاصل، يقسموها لثلاث انواع او 3 تايبس، فايبر جوينت وكارتليجنال جوينت وساينوفيا جوينت. فانكشن اللي بقى او فيسيولوجيكال يقسموا المفاصل تبع ال kind of the movement وال amount of movement، تبع كمية الحركة اللي بتديها، نوع الحركة اللي بتديها، أو إنها ما تبقاش متحركة. فقسموا المفاصل ليه ثلاث أنواع، ما يسمى بالسينارثروزس. السينارثروزس ديت immovable joint، مفاصل غير متحركة زي الفايبرس في التشريح اللي هي مفاصل ليفية، بنسميها سينارثروزس. تاني نوع بيسموها انفرثروزس زي الكارتيج جوينت. انفرثروزس بتدي limited amount of movement أو slightly movable، يعني بتدي مساحة ضئيلة من الحركة زي الكارتليجنس جوينت اللي هي المفاصل الغضروفية، بيسموها انفرثروزس. تالت نوع بيسموه دايرثروزس اللي هو الساينوفيا جوينتس اللي هي بتدي فريلي موفابل او بتدي وايد فرايتي اوف ذا موفمنت. فالسينارثروز بتبقى اموفابل، انما الانفرثروز سلايتلي موفابل، الدايرثروز بتبقى فريلي موفابل. ده فيسيولوجيكالي او فيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا فانكشن. في ناس بتخلط التقسيمتين دول مع بعض او بيعملوا ميرج للتقسيمتين، وده اللي بنمشي عليه بعد كده. في الدايرثروزس في المفاصل الحركه والتركيب بيعملوا ميرج للاثنين كونسيدريشن سواء تبع الشكل او الفانكشن بتاعته. ده كان التصنيف بتاع المفاصل. الفايبر جوينت اول نوع من المفاصل هنتكلم عنه اللي هي المفاصل اللي فيه. المفاصل الليفيه بتبقى موفابل جوينت، يونايتنج ميديوم بيبقى فايبرس تيشو، الوسط الجامع او النسيج اللي ماسك السطحين المفصليين بيبقى نسيج ليفي بحت. كونتينو جوينت كافيتي، ما بين الاسطح المفصليه مفيش كافيتي، ده هما العظمتين او الغضروفين ملتحمين مع بعض على طول بفايبرس تيشو. موست اوف جوينت ار تمبوراري and the uniting medium being invaded by the process of ossification with a resulting synostosis. معظم هذه المفاصل بتبقى كلها temporary، مفاصل مؤقتة، بعد كده العظمتين او الغضروفين يحصل لهم ايه؟ يحصل للنسيج الليفي اللي ماسك السطحين المفصلي يحصل له اوسيفيكيشن او تعظم. في الفيتوس يبقى نسيج ليفي ما بين العظمتين مع التشايلد هود في مرحله الطفوله لحد ما نوصل للماتوريتي مرحله البلوبه والنضج، يتحول هذا الفايبرس تيشو او النسيج الليفي يتحول لعظم، يتحول يحصل له اوسيفيكيشن، ما كانوا بنسميه سينستوزيس، مكان هذا التعظم للنسيج الليفي. يبقى المفاصل اللي فيها هي مفاصل مؤقتة.
بتبقى موجودة في الشايلدهود في مرحلة الطفولة وبتختفي بعد كده. دي المفاصل اللي فيها بيقسموها لثلاث أنواع. أول نوع بيسموه السيوتشرز الدروز، تاني نوع بيسموه سيندسموزس، تالت نوع بيسموه جونفوزس. يبقى تحت الفايبر جوينت أو المفاصل اللي فيها ثلاثة أيتم: سيوتشرز، سيندسموزس، أند جونفوزس. السيوتشرز ده ترم أبلايد تو زي زوس جوينتس إن ذا سكال إن ويتش إز أرسنت بونز أر كلوزلي يونايتد باي فايبر تيشو كولد سيوتشرز ليجامنت. السيوتشر ليجامنت أو الرباط الدرزي اللي هو ماسك العظمتين مع بعض، يبقى السيوتشرز دي ما بيلاقيهاش في أي حتة خالص في الجسم غير فين؟ في السكال، في الجمجمه. يونايتد باي فايبرس تيشو ان ايرلي لايف بات جيت اوسيفايد ان ماتيورتي. ده طبيعه الفايبرس جوينتس ان بتبقى في الاعمار الصغيره بتبقى موجوده، مع الوصول لمرحله الماتيورتي بتختفي هذه المفاصل. قسموا السيوتشرز لي فور تايبس، اربع انواع من السيوتشر. اول نوع بيسموه سيوتشرز سريتا او سريتا سيوتشر الدرز المسنن، تاني نوع سيوتشرز سكوموزا او سكويما سيوتشر الدرز الحرشوفي، تالت نوع بيسموه سيوتشرز بلانا او هارمونيا اللي هو البلين سيوتشر الدرز المستوي، سيوتشرز فولياتا اللي هو الدرز الورقي او الفوليت سيوتشر. دول اربع انواع من السيوتشر، سيوتشر سريتا وسكوموزا وبلانا وفولياتا. أول نوع من السيوتشر سريتا إن which is the edges of the bone have irregular interlocking margin. بتبقى الحواف بتاعة العظمتين اللي هيمسكوا بعض الريجولار غير منتظمين وانترلوكنج متداخلين مع بعض، بيسموه الدرس المسنن. مسنن يعني مشرشر زي ايه؟ زي المنشار كده، وتتداخل الحواف مع بعضها زي ايه؟ زي الانتر فرانتال سيوتشر. بص حضرتك معايا دي سكال اوف ذا هورس دورزال فيو اهو، كرينو دورزال فيو. عندنا ده الفرانتال بون وفرانتال بون، المكان الالتحام ما بينهم دهوت بتبقى حواف العظام بتاع الرايت والليفت فرانتال بون بيبقى الريجولار وانترلوكنج متداخل مع بعضه، اللي الايد هتشاور عليه ده مكان الالتحام ما بينهم، بنسميه سيوتشر سريتا او سريتد سيوتشر. صوره ثانيه في الدوج اهو من دورزال فيو للسكال، ده شكل السريتد سيوتشر الحواف الريجولار وانترلوكنج مع بعضها. لو بصينا كده ده البونز والود عملوها على الخشب، فشكل الحواف غير منتظمة ومتداخلة مع بعضها، فدتني شكل السريتد، بنسميه سريتد سيوتشرز أو سيوتشرز سريتا. تاني نوع من السيوتشر سيوتشر اسكوموزا in which is edge of one bone are beveled and overlap forming the joint. زي joint between squamous part of temporal bone and parietal bone. يعني one bone الحافة بتاعتها حصلها بيفلدين انشطرت وتراكبت على الاخرى بالشكل ده كده. بص حضرتك معايا هنا، ادي حافة عظمة انشطرت بيفلد والتانية جت اوفرلاب تراكبت عليها، يعني حافة اتاكل منها حتة او انشطرت والتانية تراكبت عليها، ادتني شكل ما يسمى بسكويما سيوتشر او سيوتشر اسكوموزا. عندنا في الاسكال ما يسمى بالبرايتال بون اللي هي العظم الجداري، والتيمبورال بون العظم الصدغي. التيمبورال بون الجزء اللي انا بشاور عليه ده له جزئين، سكويماس بارت اللي انا بشاور عليه ده وله جزء اسمه بيتراس بارت. خلينا في السكوماس بارت. السكوماس بارت بيتراكب على البرايتال بون، مكان اللي الايد بتشاور عليه ده بنسميه سيوتشرز سكوموزا او سكويماس سيوتشر. فحافه عظم حصل لها بيفيلد انشطرت والاخرى حصل لها اوفرلاب ليها تراكبت عليها، الشكل اهو في البونز وفي الود. ده شكله اللي هو سيوتشرز سكوموزا او سكويماس سيوتشر. فالمثال بتاعنا هنا السكويماس بارت اوف تيمبورال بون، سكويماس بارت اوف تيمبورال بون اهو، ده السكويماس بارت اوف تيمبورال بون، ودي البارايتال بون العظم الجداري وده العظم الصدغي. ده مثال للسكويماس سوتشر او سوتشرز اسكواموزا. ثالث نوع من السوتشر بنسميه سوتشرز بلانا او هارمونيا او بلين سوتشر. البلين سوتشر يعني الدرز المستوي ان ويشز ايدجز ار بلين اور سلايتلي رافند. الحواف بتاعة العظمتين هنا مستويين او فيهم خشونة بسيطة، فبيسموه البلين سيوتشر. زي ايه؟ زي الانتر نيزل سيوتشر. لو ده حضرتك دي السكال برضو بتاع الغرس، ده النيزل بون اهي، رايت وليفت نيزل بون، مكان الالتحام بتعمل الحواف بتاعتهم مستوية او سلايت لرافن، مكان الالتحام اللي هتشاور عليه الايد ده بنسميه البلين سيوتشر او سيوتشرز بلانا البلين سيوتشر.
زي ما حضرتك شايف هي الحواف بتاعة العظم فيها خشونة بسيطة أو مستوية بالشكل ده، فده بيسموه البلين سيوتشر أو سيوتشر زبلانة أو هارمونيا، زي الانتر مثال بتاعنا الانتر نيزل سيوتشر أو اللي هو السيوتشر ما بين التو نيزل بون. رابع نوع من السيوتشرز بيسموه السيوتشرز فولياتا أو فوليات سيوتشر الدرز الورقي، in which his edge of one bone fit into a fissure or recess of other bone. يعني عظمة دخلت جوه ريسيس أو فشر في عظمة تانية، في شقة أو انخفاض أو جيب بتاع عظمة، وجات عظمة تانية دخلت جوه هذا الشقة أو التوجيف اللي جواها. ده بيبقى موجود لما بيبقى المكان محتاج اكستريم استابيليتي او ديزايربل الاستابيليتي، بتبقى محتاجيننا كتير قوي في المنطقه دي، فتلاقي الفوليت سيوتشرز موجود زي الوينج اوف ذا بريس فينويد فيت ان افيشر اوف ذا فرونتال بون. اللي قدام حضرتك ده ميت ساجيتال سيكشن في السكال اوف ذا دوم، يعني قطعناها من النص كده. فعندنا ما يسمى بالبريس فينويد بون، دي البريس فينويد بون اللي بشرح حضرتك عليها، لها وينج اهي، الوينج حصل عمل دخل جوه الفرانتال بون، دي الفرانتال بون، ده الكرينيال كافيتي او تجويف الكرينيوم. البريس فينويد الوينج بتاعها دخل جوه انخفاض في الفرانتال بون زي ما هنشاور بالسهم كده، مكان ده بيسموه فوليت سيوتشر او سيوتشر فولياتا. لو مسيناها بالشكل ده كده حضرتك اعتبر ان دي الفرونتال بون فيها ريسيست او فيشر دخلت فيه، دخلت فيه البريس فينويد بون، الوينج بتاع البريس فينويد بون. ده بيبقى موجود ويرز اكستريم ستابيليتي از ديزايربل فولييت ستراكشر ار فورمد، لما بيكون المكان ده محتاج ستابيليتي او ثبات كبير او متانه في هذا المكان بنلاقي بيكون ما يسمى بالفولييت سيوتشر، فدي الفرونتال بون وده الوينج اوف ذا بريس فينويد بون. ده رابع نوع من السيوتشرز. يبقى عندنا سيوتشر سراتا وكواموزا وبلانا وسيوتشر فولياتا. تاني نوع من الفايبر جوينت او المفاصل اللي فيها بيطلق عليه ما يسمى بالسندسموزس. اليونايتنج ميديوم بيبقى وايت فايبرس اور الاستيك تيشو اور ميكشر اوف ذا تو تيشوز. الوسط الجامع ما بين العظم يا اما يبقى فايبرس يا اما الاستيك يا اما خليط من الاثنين. الاكزامبلز عندنا للسندسموزس زي اليونيون اوف ذا شافت اوف ذا ريديوس اند الانا، التحام اجسام الريديوس والانا الزند والكعبره هنا، الجامع ما بينهم بيبقى عباره عن وايت او الاستيك تيشو او خليط منهم، هنا بنسميه سندسموزس. الالتحام ما بين الريديوس والانا، ادي الريديوس وادي الانا، التحام ما بينهم ده بنسميه سندسموزس، النسيج الليفي اللي ماسك ده هوت، ده بيطلق عليه السندسموزس. تاني حاجة الاتاشمنت اوف ذا كوستال كارتريج تو ايتش اذر، اي ضلع الكوستا يعني ضلع، كارتريج يعني غضروف ضلع، اي ضلع له غضروف، الغضروف ده اما يمسك في الاسترنم في عظمة القص، فنسمي الضلوع اللي ماسكه في الاسترنم استرنال ريبس. طب وفي حاجة تانية في استرنال ريبس ضلوع غير قصية، يعني الضلوع ماسكه مع بعضها، ماسكه مع بعضها مكونه لي ايه، مكونه لي ما يسمى بالكوستال ارش. قدام حضرتك ده الكوستال ارش، ده كوستال ارش، الغضاريف الضلعية التحمت مع بعضها، التحم مع بعضها، ده نوع بي فايبرس كونكتيف تيشو بيسموه سندسموز. وفي ضلوع تانية بنسميها الفلوتينج ريبس، يبقى الضلوع يا اما استرنال يعني ماسكه في القص، يا اما استرنال، الاسترنال يا اما بتنقسم شقين، مجموعة تعمل الكوستال ارش وفي النهاية خلص ضلع او اتنين يبقوا ايه، يبقوا فلوتينج، فلوتينج يعني ضلوع عائمة. فكل ضلع له جزء غضروفي بيسموه كوستال كارتريج، فالكوستو كوستال كارتريج مع بعضها التحام عبارة عن سندسموز اللي بتشاور عليها، ده التحام الغضاريف مع بعضها، ده تاني مثال في السندسموز. بعد كده اخر نوع من الفايبر جوينت بنسميه جونفوز او بيجن سوكت، the term applied to the implantation of the teeth in the alveoli. انغراس الاسنان داخل الفكوك ده بيسموه جونفوزس. في ناس بتصنفه تبع الفايبر جوينت وهنقول ليه دلوقتي، وفي ناس ما بتعتبروش مفصل على الاطلاق. او جونفوزس is not probably considered a joint at all since the teeth are not parts of the skeleton. في ناس ما بتعتبروش نوع من المفصل على الاطلاق، ليه؟ لان الاسنان الانسان بيولد من غير اسنان ممكن تفقد خلال الحياه، وهي مش جزء من الهيكل، فبيعتبروهش مفصل. انما بنعتبره في ناس تانية او علامات تانية بيعتبروه
احد انواع المفاصل اللي فيا. ليه؟ لان بص حضرتك معايا ده بيشبهه وجود السنه داخل السوكت او داخل التجويف بيج ان سوكت، يعني وتا داخل تجويف. فاللي ماسك السنه داخل الالجولوس او داخل تجويف السوكت بتاعها ده بيسميه بريدونتيال ليجامنت. البريدونتيال ليجامنت عباره عن فايبرس تيشو، ده اللي مثبت السنه داخل الفك هنا. دي صوره ثانيه اهي للسكال بتاعه الهورس. بص حضرتك انغراس الاسنان داخل الفكوك، اللي ماسك جذور الاسنان هنا بنسميه بريدونتيال ليجامنت، عامل لها فيكسيشن، فعباره عن فايبرس تيشو البريدونتيال ليجامنت ده. فده ثالث نوع من الفايبرس جوينتس بيسموه جنفوز اور بيج ان سوكت. لما نيجي نعمل مقارنه بسيطه ما بين الثلاث انواع بتاع الفايبر جوينت، احنا قلنا اول نوع بنسميه السيوتشر او جوينتس هيلد توجذر ويز فيري شورت انترلوكينج فايبرز اند بون ايدجز انترلوك فاوند اونلي ان ذا سكال. السيوتشرز المارجنز بتاعي اما انترلوكينج، يا اما حاجه بيبيلد وي اوفرلاب، يا اما سلايتلي بلان، او واحده دخلت في فيت ان افيشر اوف ذا اذر بون، ده بيسموه سوتشرز. والسوتشرز موجوده في الاسكال اللي بس زي ما حضرتك شايف اهو، ودي كلها تمبوراري وي موبل، سواء سوتشر تاني او سندسموزس او جوينت هيلد تو جزر باي ليجامنتس ماسكين بليجامنتس فايبر تيشو كان فاري اللينس بات ات از لونجر ذان ذا سوتشر. في السندسموزس هنا احنا كتف السوتشرز العظمتين لازقين مع بعض ماسكين في بعض بي سوتشر ليجامنت، والسوتشر ليجامنت ده مع الوقت بيختفي بيحصل اوسفيكيشن. في السندسموزس برضو بنلاقي ان الليجامنت اللي ماسك العظمتين مع بعض اطول من السوتشر ليجامنت شويه. زي ايه؟ زي اللي ماسك الشافت بتاع الريديوس والانا مع بعض، الاجسام الريديوس والانا والتيبيا اند فيبيولا، زي ما حضرتك شايف كده اهو التيبيا والفيبيولا البوز بتاعتهم ماسكه بي سندسموز، بس بتبقى اللينس بتاعها اطول من السوتشر ليجامنت او اطول ما يكون عنه في السوتشر. ثالث نوع الجنفوز اللي هي بيجن سوكت فايبر جوينت بريدونتيال ليجامنت هولد التوث ان سوكت. البريدونتيال ليجامنت دوت عباره عن فايبرس ليجامنت ماسك السنه او بيثبت السنه داخل السوكت بتاعه وداخل التجويف بتاعه. صوره معانا اهيت للثلاث انواع دي، السيوتشرز والسندسموزس والجنفوز. دول الثلاثه كاتيجوري للفايبر جوينت اللي هو اول نوع اصلا من المفاصل. يبقى اول نوع من المفاصل بنسميه فايبرس، بيندرج تحته ثلاث انواع سيوتشر سندسموز وجنفوزس. السيوتشر بيندرج تحتها اربع انواع، السيريتد والفوليت سيوتشر والبلان سيوتشر والسكويما سيوتشر. دول اربع انواع بتوع السيوتشر. شكرا لحسن استماعكم ولكم مني جزيل الشكر ووافر الاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.